اجتمعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي، والتي يسعى العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها، حيث تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي على الحكومة. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي لتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره، والتي يمكن الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.